على محمد. قالوا نبي منك قصيدة جديدة. شاعر ولد شاعر ومن بيت شعار. عطنا البيوت النادرات الفريدة اختار ولا خلنا منك نختار. قلت القصيدة اليوم كل اللهيدة نصف العرب صاروا من الشعر تجار. كل تفنن في تنوع رصيدة بين الريال وبين درهم ودينار. كم واحد يبغى يسوي وليدة وأهم شيء يلفت قلوب وانظار وأكبر طموحها صورته في الجريدة ولا ظهوره في قنوات الأشعار. واللي حصل زرقة وفرصة سعيدة يمكن يشارك في أكاديمي ستار. رخص الشعر ما بين عبده وسيده ما عاد له حشمه وقيمه ومقدار. أتناهش ولحمه وجزه وريده ما كانها إلا هبرة عند جزاق. حتى شواعير الغناء والنشيدة قالوا لهم شعار جزلين وكبار وصاروا شريحة في البلد مستفيدة واخذوا حكاية قصة الهر والفار. هذه الحقيقة والعلومة الأكيدة من زعل منها يلتفت لأقرب جدار. خلاص ولا كل ما قلت عيده بعض المجامل يدخل العبد للنار. المعذرة ما عاد عندي قصيدة من يوم صار طيل ونطيل شعار. الله هذا في موضوع اللي جزنا وتعالك الموضوع انت ما شاء الله جبت على الموضوع تمها ابو نايف صح لسانك ابو نايف يعني ابو محمد ايوه بيقول اقول والله اليوم ما شاء الله يعني شعارنا اليوم لا ابو ثامر معنا يا اخي لازم نبدع الله يعطيك العافيه والله ابو ثامر انا من تلاميذك ابو ثامر انا والله اعتبره